سفينة الصحراء أو ما يطلق عليها الإبل، مهنة الرعي والاعتناء بها ارتبطت بقدم الإنسان وتوارثها هؤلاء. حب المهنة وأصالتها جعلتهم يتفانون في خدمة إبلهم وتقديم فوائدها لمجتمعهم، حيث تمثل هذه الإبل تراثاً وتركة تاريخية ومصدر ثروة تعود على راعيها بالفائدة والمال. مهنة الإبل ورثناها من الآباء والأجداد، وإنها ثروة حيوانية نحافظ عليها ونقدم من لبنها للناس. ليس التاريخ وحده من يتوقف أمام هذه الإبل، فالجميع هنا يتوقف ليأخذ قليلاً من عطاياها، فلحليبها مذاق خاص عند الجميع وقيمة غذائية غنية بالفوائد الطبية، حيث يعد من أغنى أنواع الحليب بالفيتامينات والغذاء. حليب الإبل يعني فيه فوائد طبية، فوائد صحية للجسم، ينفع لعدة أمراض، يعني عدة فوائد. في الماضي كان كل ما يتهدد هذه الإبل هو الموت بعد عمر حافل وطويل، لكن الحال اختلف اليوم، فالحصار المفروض على مدينة تعز ساهم في انحسار كبير في أماكن الرعي التي كانت ترتادها هذه القطعان من الإبل. عشرات النوق فقدها هؤلاء بسبب الحرب، بالألغام تارة وبالمرض ومشقة السفر الطويل تارة أخرى. صعوبات هذه يعني من الحروبات في الطرق، الآن مختمت علينا الطرق، تجزع 3 أيام ليل نهار لما تدخل. متأثرين احنا أكثر ما هم متأثرين أصحاب المدينة وأصحاب الرعيات، متأثرة أكثر. يشاركونها التفاصيل ويمرون معها من مكان لآخر، مجتازين سويا العقبات بحثا عن الماء والمرعى، على أمل أن تعود لهذه المهنة عافيتها وسوقها. إذن إلى حيث تحط رحالها، لا تزال طريق طويلة ومهمة شاقة تنتظر هذه الإبل ومالكوها في ظل هذه الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب والحصار، ليستمروا بالترحال في واحدة من أعرق المهن التي عرف بها الإنسان منذ عصور قديمة. مها علي، قناة بلقيس، تعز.